السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا يعني بدي أعمل configuration مباشرة، مش راح نتكلم كثير، بس بدي أورجيكم يعني شوية يعني أمور خاصة بال IP version 6 من ناحية link local، من ناحية global مثلا IP addresses، ونحكي عن يو اي والسوليسيتد نود. طبعا كمان بالجينس 3 اتذكر انه في انت عندك في ام، هذول شغالات على في ام خارجيه، اذا شايفين 192 168 بالسطر الثالث دوت 1 دوت 181 دوت 128 على البورد 800. كمان انت بتقدر تيجي تحط نفسه هاد، لكن اختار انه يكون على نفس الجي ان اس 3 في ام، فبتقدر تشبكهم كلهم وما بتواجه مشاكل. اما اذا شبكتهم على سويتش موجود، يعني اذا ما اذا حطيته اذا كان عندك على اللوكال سيرفر، فراح تواجه مشاكل. وبالاخير انت اشبكهم. احنا فقط يعني للتوضيح مش اكثر، هو نفس الفيديوهات لكن علشان الصوت عشان تعرفوا ايش اللي كنت بشتغله، يعني مش كلاتهم ايثرنت 00. نشغل الاول. كمان هنا في شغلة حلوة يعني عاملينها، انه بورجيك السي بي يو والرام، فبتعطي بس شوية وقت لحتى ما يعني شايفين بيرتفع ال سي بي يو يوسج او استخدام السي بي يو. بعدين بنزل، يعني معناته انه خلص دخل. تروح على اللي بعده، تم الستارت. عذرا طبعا تطلع هسه بصير يرتفع، تركه شوي بس. وهيك بيكون وصل مثلا اخر واحد. طبعا حاليا اذا بتروح عليه تلاحظ انه مباشرة بيعطيك كونسول. خلص هيك بيكون كلهم اشتغلوا. هاي كمان هاي، لكن ابدا انقلهم على 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 سبيس 3 علشان يعني اوضح للرؤية. ف هنا احنا انتو شايفين ما في شيء، فينا بس عبارة عن سويتش في الوسط. طيب اول شيء لو حكيت له، طبعا انت بدك تعود انه show IP version 6 interface brief كذا الى اخره. الان ما في عندك، يعني لو حكيت له show IP version 6 interface ما في شيء، لا يعني ما راح يطلع لنا ولا اي شيء. لكن اذا بتدخل على global configuration mode، او خلينا ندخل على interface الايثرنت 00. الان بس في عندك العملية اللي هي لينك لوكال. احنا بنعرف انه مباشرة بس انت تعمل configuration لجلوبال انترفيس، فمباشرة راح يعطيك لينك لوكال. اللينك لوكال اللي هو اللينك لوكال اللي هو بيختص بالاتصال داخل الشبكة، وفي عندك الجلوبال. ف ما تنسى انه عندك اللينك لوكال عادة بيستخدم الاي يو اي. عملية الاي يو اي، طيب مش راح
راح نعملها كونفيجريشن مباشرة علشان تعرفوهم يعني. فأنا بدي أعمل ال اي بي ادرس 1 2 3 4 فقط، وأعمل هيك وأحكي له هذا عبارة عن الراوتر 1 60 64، أحكي له UI فقط، وأعمل له نو شت داون. كمان ننتقل للثاني، أحكي له انترفيس ايثرنت سلاش 0 4 اي بي فيرجن 6 سوري فيرجن 6 ادرس 3 1 2 3 4، بعدين عبارة عن راوتر 3 سلاش 60 64 يو اي نو شت داون. بعدين ننتقل للراوتر اللي بعده، كونفيجر تيرمينال انترفيس ايثرنت، لانه كلياتهم نفس الشيء هم. بعدين بدي احكي له اي بي فيرجن 6 ادرس 3000، هاي 3000 1 2 3 4، بعدين سوري سلاش 60 64، ايش بتمثل هاي؟ هاي بتمثل السبنت تبعتنا. فاحنا 64 يعني لسه في عندك 16 0، بعدين لسه كمان 16 يعني لسه في كمان هون. اورجيكم اياها بطريقة افضل. 1 2 3 4 بعدين كولون 1 2 3 4 بعدين كمان اللي هي 2 كولون وال، يعني هي فعليا هيك، لكن احنا اختصارا بما انهم كلهم 0 فمش راح يعني مش راح يتغير علينا شيء. ال UI الان راح نشوف ليش UI 64 ونو شت داون. لو حكيت له شو اي بي فيرجن 6 انترفيس ابريف، فانتوا شايفين انه في عنا تو انترفيسز، هذا عباره عن لينك لوكال وهذا عباره عن الجلوبال. بتلاحظوا شيء مشترك بينهم انه او لا، خلينا نعملهم هاي كوبي ننتقل هون، خلينا نفتح ونعمل بيست. ايش المشترك بين الجلوبال واللينك لوكال؟ شايفين من هون من بعد الزيرو زيرو، خلينا نعمل سبيس، شايفين ايش وجه الشبه؟ عبارة عن تو ادريسز تقريبا نفس الشيء. من وين جابهم؟ نرجع لهون ونحكي له شو اي بي فيرجن 6 انترفيس ايثرنت 0/0. شايفين لا مش هنا، شو اي بي فيرجن 6 شو انترفيس ايثرنت 0/0 هون بند ان ادرس، شايفينه؟ كمان نعمل له كوبي، نرجع هون نعمل بيست. طيب في هون عندك بالوسط وفي عنا هون، طبعا هدول عبارة عن كابيتال لتر وسمول لتر، فعشان هيك ما يعني ما 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 لازم تتخربطوا فيهم. في شغلة واحدة لازم تعرفوها، انه انا في عندي ال 7th bit راح يعملوا له فليب ويتحول لزيرو. فعندي A بعدين عندي 8، ليش مش لازم تكون AA بما انه راح ياخذ الماك ادرس ويحطه في النهايه ويحط FF FE في الوسط هون؟ يعني هون في الوسط لازم يكون عندك FF FE زي ما هو موجود عندك في الاعلى. فهون ليش حط 8 مش A؟ تمثيل الA لو اخذت تمثيل الA اللي هي 10 10، فهي بالنسبة للA الأولى. الآن الA الثانية مش هو AA،
فالاي الثانية 10 10، فلو عديت من هون البت الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، فتمثيل الألف هو عبارة عن 8. وهاي هون خليني بس أشيلها من هون، هاي وهاي عبارة عن A. فعندك صار A وعندي صار 8، فصار عندك ال A بعدين 8 بعدين B B C C F E F F F E بعدين 0 0 كمل وال 100. يعني هو طبعا راح يشيل الزيرو لأنه leading zero، فعشان هيك راح تكتمل عندك العملية وراح يغير هاي ل 8، فبتصير عندك اللي هي عملية ال بتحول للاي بي ادرس الموجود عندنا في الاعلى، بس راح يضيف عليه هون زيرو وراح يرجع هذول لهون، وهيك بتكون اكتمل عندنا العملية كاملة زي ما احنا شايفين في الأعلى. هاي هي عملية الـ UI. طبعا كمان الـ UI راح يكون عندك بالـ Global، Global زي ما انتم شايفين هون عندي بالـ Local وبالـ Global، فهي كمان نفس العملية اللي فوق. هاي بالنسبة للـ Configuration تبع Interface. طبعا راح يكون عندك كمان هون نفس الشيء وهون وهون. الآن بدي احكي لكم شغلة. الآن لو عملنا configuration ل rib next generation، rib next generation بما انه هو ال administrative distance تبعته عبارة عن 120، فبما انه كلياتهم مشبوكين، يعني شايفين انتو كل الانترفيسز اللي هون مشبوكات على الراوتر، ف connected local و connected، فمعناته ما راح يظهروا عنا بالراوت تيبل بالاي بي فيرجن 6 راوت تيبل، لكن بنقدر نخدعهم بطريقه معينه اللي هي بنقدر نعمل انترفيس لوب باك 10 مثلا، ونحكي له اي بي فيرجن 6 ادرس، وتحكي له انه مثلا هذا عباره عن 3 2 2 2، وتحكي له انه هذا عبارة عن 2 وسلاش 60 64 كمان اي او اي. يعني عشان ريح حالنا من ال او لا بدون اي او اي. طيب بما انه بتقدر تحط اكثر من اي بي فيرجن 6 ادرس، فاول شيء لازم تقول نو اي بي فيرجن 6 ادرس، بعدين ترجع هون تشطبهم وهيك بتحط الانترفيس الاي بي فيرجن 6 ادرس. كمان نعمل هون انترفيس لوب باك 10، نحكي له اي بي فيرجن 6 ادرس 3 3 3 3 3، بعدين سلاش 60 64 سلاش 28، مش مشكلة، بس هو لل يعني للتوضيح فقط. فنحكي له انترفيس لوب باك 10 اي بي فيرجن 6 ادرس 3 1 1 1 بعدين 1 60 64. الآن بنوصل لعملية اللي هي ال configuration تبعت ال rib بروتوكول. فأنت يعني ال configuration تبعت ال rib بال IP version 6 ويعني ال routers بشكل عام لازم تكون على ال على الانترفيس نفسه. فعشان هيك بدك تروح على الانترفيس، مثلا انترفيس اي بي فيرجن 6 ريب، بعدين بدك تحكي ايش اسم الريب. طبعا هذا ما له دخل، فانا لو حكيت له لاب مثلا
و enable فقط. IP version 6 routing is not enabled. فبما انه احنا على لازم مفروض انه اول شيء احنا عملنا بما ان احنا يعني بنشتغل على ال IP version 6، فاول شيء لازم تعمله IP version 6 unicast routing. نعمل exit من هون. IP version 6 unicast routing. هنا IP version 6 unicast routing. بعدين بتدخل على انترفيس وبتحط IP version 6 router rib. بعدين بنروح على loopback interface IP version 6. طبعا هنا علشان كلهم يشاركوا بنفس العملية، لا تنسى انه كلياتهم لازم يكونوا بنفس الاسم. ندخل على interface loopback 10 IP version 6 rib lab. هون طبعا اذا بين يعني اذا انت على راوتر ثاني ما يعني ما لازم كل على نفس الراوتر لازم يكون كلات مجتمعات على نفس الاسم تبع الريب بروسيس او عملية او الراوت انجن تبعت الريب. فقط هذا اللي انت بدك تعمله. بقى عنا اخر واحد، بدك تدخل هون اللوباك اي بي فيرجن 6. خلينا نسميه هنا ريب مثلا 1 اور نتوركينج ريب، هاي عشان اورجيكم انه لو اختلف على على الراوتر الثاني ما في مشكله، لكن على نفس على نفس الراوتر لازم يكونوا نفس الاسم عشان يكونوا نفس البروسيس. واخر شيء بتعمل اند، بتحكي له اي بي فيرجن شو اي بي فيرجن 6 راوت. فانتوا شايفين هنا انه هاي هي الراوت اللي وصلتنا وهي الراوت اللي وصلتنا من الراوتر الثاني. طبعا اثنين عن طريق نفس الهاي، لكن بتلاحظوا انه فيا يعني هو قاعد بوصله عن طريق اللينك لوكال. فتخيل انه على نفس الشبكة او على نفس النتورك على نفس السبنت، ممكن تسميها نفس السبنت، الراوترز بتبادلوا الراوتس ما بين بعض مش على الجلوبال على الجلوبال انترفيس، انما على اللينك لوكال او مش على الجلوبال انترفيس جلوبال اي بي فيرجن 6 ادرس، بينما انما بتبادلوا عن طريق الاي بي فيرجن 6 لينك لوكال. كمان نفس الشيء لو اجيت هنا حكيت له show IP version 6 route، لكن احنا ما حكينا عن الشيء المهم. الشيء المهم هون لو حكيت له show IP version 6 interface ethernet 0/0، احنا حكينا انه كل ما زدت الفانكشناليتي او الاشياء اللي بتشتغل على الراوتر كل ما شارك بمالتي كاست جروب. هاي السوليسيتد نود، هاي هي اللي عن طريقها بيعرفوا الراوترز انه هاي نقطة موجودة. يعني الراوتر اللي هون اللي هو الراوتر 3 والراوتر 1 كيف بدهم يعرفوا انه الراوتر 2 موجود؟ عن طريق السوليسيتد نود. السوليسيتد نود عبارة عن FF02 يعني مالتي كاست جروب، بعدين كولون كولون، بعدين 1، بعدين كولون FF، بعدين هاي. هذول عبارة عن 24 بت، تنسوش انه في هون عنا 0. 24 بت من وين بده يجيبهم؟ هذول من نهاية الماك ادرس. يعني لو لاحظتوا من هون راح ياخذ هاي ويحطها في نهاية المالتي كاست جروب، فبصير عندك سوليسيتد نود مالتي كاست جروب. هاي عبارة عن كل النقاط الموجودة على الشبكة عشان يقدر يرسل، زي كأنك احنا ما في عنا برودكاست، فاحنا عنا مالتي كاست لكل النودز الموجودة على الشبكة. ليش؟ لانه ما في بالاي بي فيرجن 6 عملية البرودكاست. هذولا اذا عملت، ارجعوا لهون، احنا كتبنا اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج، بس كتبتها مباشرة راح يشارك
بعملية اليونيكاست للراوترز اللي هي هاي. الآن هاي مجرد ما أنا أحكي له IP version 6 RIP واسم الRIP process، يعني أحكي له حكينا له إحنا هون شو lab و one hour networking RIP، مش هون one hour networking RIP وهون حكينا له lab enable، مباشرة رح يشارك بهاي المالتيكاست جروب اللي هي 9 all RIP routers on the subnet، كل RIP routers موجودات على هاي السبنت فراح يشاركوا فيها. ايش هاي؟ هاي عبارة عن عبارة عن مالتيكاست جروب خاصة، يعني مالتيكاست دومين نيم سيرفيس، مالتيكاست دي ان اس. هاي اذا كنت انت عامل دومين لوكاب على الراوتر تبعك، يعني بالعربي الراوتر تبعك بيشتغل عملية اللي هي الدي ان اس، تحويل من اسماء لارقام، الاي بي ادرس بحولهم زي ما تحكي جوجل دوت كوم فيسبوك تويتر لينكد ان الى اخره، بحولهم لارقام عشان يقدر يتصل مع السيرفر. و يعني بس هي كل الاشياء اللي احنا بدنا اياها. كمان تنسوش انه هو بعطيك كمان السبنت مباشره، غير انه بعطيك جلوبال يونيكاست ادرس. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم.